kulanti waxaan daawadayaal Soomaaliya ma waxay noqotay goob awoodaha kale ay ku hardamaan saahal ku dhigii madaxweynaha ee lagu doortay 15kii May Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa ma sidaas ayuu ku dambeeyay su'aalo badan oo muhiim ah iyo dadka danaha kale Soomaaliya ayaynu hor dhigaynaa sheekheena Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir oo dabcan safar ku maqnaa oo ka yimid sidaas daraadeedna ee idin kaga dahday barnaamijtii aan idin soo gudbin jirnay cududaar ayaynu arrintaasi ka bixinaynaa ugu horreyntii kadibna waxaynu idin la socodsiinaynaa in barnaamijyo kale oo soo socdo aynu ku eegi doono Djibouti iyo sidoo kale Bariga Dhexe balse maantay barnaamijkan aynu u khaas yeelayno arrimaha Soomaaliya maantay iyo in dadka qaar ay u arkaan ayna muuqato in ay noqotay garoon awoodo kale ay maanta ku hardamayaan Sheikh Cabdiraxmaan safar dheer kadib soo dhow alxamdulillah assalaamu calaykum wa rasuulillah baad jazakallahu khayr walaalkay ustaad maxamuud dulyadeen aan dhawahay shukran mahadsan tahay adiga iyo سياد أو نوفر ديا قدال إن شاء الله بارك الله فيكم يا دوين رئيس ليه إن شاء الله شكرا إن شيخنا أقول أنت وحن سكت دينا إن بوبسينا ما أنت إن هو وقتك باخ بخامنا إن طبعا إن قبل له هردمه يعني فرفرتان كي كل شيء جاي محله فهمي كرا أوكي دجال كي وحلو قبي الله بو وحلو قبي دجال توسع أو سيدي إثيوبيا صوماليا تضباطني تضبطي أم بإريتريا إثيوبيا سكاشن نادي أم بجيبوتي يس إثيوبيا إريتريا جيبوتي نوع أسوأ هذا دوا دجال توسع لا بدي أودود بس كوري مدي مركب ولا ليه هي ومال قبل جوه هردم يو على يق أن الحروب بالوكالة تتك ماشة إسكو هي أديك ما أضطك هي لكن واحد لأديك سنة يو أديك مركب تحسنا ودجال كلو يق أنه قبل جوه هردمي وأوله وأوين سكوا حستان لكن ده كحابضة كنا قرية دجال كاسي وأديكون قف كلام معها سدى صحيح كنا على السودان السودان وحاس سكوا هي لبنان الجنرال الله لكن مشى وح كهردمي وقوة ده الرجال بيت كي يروشك نعكلا وح كهردمي إمارات كا يوح كهردمي الدولة ده إمارات كسوق جيدة لنا عصد حاد وح كهردمي إيران أو أد وطنك اللغة صاري سيفولحن وأرغو سنيسا مركاسي أولي هاس أردن بس السودان كود حيستا يعني سوماليا إلي سيدان نقطو بس ورتقلا مركا مركا عن لين هاي وميلو كردمي وحويا أولي أديك كاوين باكو كردمي لكن رقدو يحابدو وأديك ويا وأدتك وأدتك دقيق قرتي وحيد يجرين مرك ماشي أي لما مروه يسكت قالان عاوز كعبر برا مرك عاوز كعبر كي سامالي ذا يودن قاضي طبعا وكويدين دونا وأي عدة كوهر دمي سولك أنت نسوي عشان كويدين محاك أنا مانتا سامالية إني نقطة جوب لجوهر دمو أوكي سامالية وحاك أنا لا يشان على موت لبروان وحاك ماشي أي كوتها له استراتيجية ودد كورن أوبهين حيبت أودر أفريكا جيس أفريكا أودر بيتجيين حيبت أس أو صدق حبضة دواوين كل منيسا بدأ عربتا بدأ عص يبدأ لويق عن إنديروشيان بكل منيسا وعمل بركة استراتيجية دينا استراتيجية ومدى الله بعد وعمل دقالها ومهمة أدي ما حاجة واحد سوق لسا مليار وبعد من دبل هذا وأيك جوشان مارت الدنيا الدنيا أسيدا إن حمولتها تجارية عالمية ويران أفركن أفر مليون يسقال بقول أوكن أو برميل أو غاسة ما له ولا ما له مريان أهمية داعي لهذا لبعضن إلى سقال ليه لبعضن دقالها الدنيا دو ماله جوشيون أدوه فديا أنا تحسين هو مهم بعكلو كان يا استراتيجية عسكرية ماشوا لهذا هاي اللي واحد دول فرد بري جدا هاي واحد كده وده جزيرة دي عربتها واحد دول طالع غاز كي يا بترول كي يا واحد دول جسم بعيش تبع يدول طالع لنا عكليته وحاج وحاي وحاي جهلة أو كله ضد أدو فر بضم وقوة قالة يقوة عسكرية بقينا إلى السلوب هاي لنا أفراد استراتيجية ده واحد شيء بيرن يسوي حلي ده هذا سمين تأودها لا يقانو الإسلام العنيف أم بالإرهاب تيروريسكا ما مارته قاعد كهذا الكلام كا
oo ku soo badanaya meeshatan oo iyo wixii loo yaqaanay burcad badadkii oo isaguna gacan ku rimis hal sameeyo oo xaqiiqo aan ahayn si waxaan loo dhigaa istaraatiijiyad waxay leedahay dhinacaasina waa muhiim bay noqotay arinta ugu dambeysa waxa weeyaan faraaq siyaasi ah Soomaaliya waxa ka jira dowlad aan khilaafaad siyaasi ah ka jira dowladdi Soomaaliya oo jiray way kala go'day Soomaaliland oo wali la ictiraafin iyo jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa noqotay in jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ka soobaxay ilaa iyo shan gobol oo isla sheegay inay yihiin maaratay federal isla markaasi nin walba weey madaxweyne dunida uu la dhaqmo sidii qof madaxweynaha oo heshiis caalami ah galaya la galay dowlado waaweyn sidii barigii hore intii aanan anagu aanan gumeysi barku noo imanayay odayaashii iyo wareysa salaadinta ahaa dunida waxay la galay heshiis caalami ah ayay la galeen sidii ma soo noqotay iyagu ictiraafsaneen dowlad la dhahday in jirto dowlad Soomaaliya waxa mar fadhida marka inahaas oo dhan wuxuu keensanaya marka in la dhahdo faraaqan siyaasiga maamaha talada reer galbeed dabiicadu ma aqbasho meel faaruqa ee faaruqa meel shii cidla ah oo banaana waa la buuxiyaa marka buuxin baa meesha imanaysa in la buuxiyo oo laga faa'iideysto meel cidla ah nina ma deynayo oo waliba dhaqaale weyn oo caalamiya uu yaallo waxaa la sheegayaa gaaska batroolka Soomaaliya yaallo inuu ka badan yahay gaaska iyo batroolka ee khaliijka marka laga bilaabo Kismaayo ilaa laga galayo gobolka Soomaalidu ugu badan tahay ee degan tahay Itoobiya haysato marka intaas oo dhan isku keeno waa meel muhiim istaraatiijiya anwar cishqi ninkan hadda wuxuu yidhi waxaa yaalan gaaska ugu badan dunida waa buxayratu nafdin buxayra waxa kalena tahay waa badyar lak gaas ah oo nafta aha yaa la buri meeshatan oo muhiimna waa buri bariga dhexe marka isaguka uu dul fadhiyo sacuudigu ma arkayo kana u muuqda halka yaala marka meesha markaa waxaa isku hirdinaya si arki doono xataa awoodo carbeed ba ku jirta marka arrimahaas oo dhan waxaan kaloo ku dari karaa inay jirto dagaalka mustaqbalka dunidu waxa weeyaan dhaqaalaha adduunku wuxuu ku salaysan yahay ayaa haysan doona dhaqaalaha mastarkiisa meelaha dhaqaaluhu ka soo baxayo ayaa gacanta ku haya marka meelaha gacanta lagu haynayo waxaa ka mid ah geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya marka annaka dadkeena cawlcawlan ee masaakiinta ah iyo dadka iska heesaya iska ciyaaraya in waxba la socon waxa weeyaan shirar caalami ah dhaca oo laga sheekaysanayo gaaskooga iyo batroolkooga iyo dahabkooga iyo macdantooda iyo adhigooga iyo geelooga iyo lo'dooda iyo maaratay geedahooga iyo dhul beereedkooga sidii loo ridqi lahaa loogana faa'iideysan lahaa mustaqbalka dagaalka soo socda ee caalamiga ah oo la rabo in la isku xidho Khartoum ilaa iyo Muqdisho marka waa dad loo shiraayo ayagana ku mashquulsan ciyaaro iyo TikTok iyo hawlo bab ugu dagaalku meesha uu socdo waxay haysta reero iyo qabaa'il aan u tirsaneyn dunida inteeda kareeto maratay Soomaalidu waa Soomaali uun caalamka laakiin anagu qabaa'il baan isku haysanaa gobollaan isku haysanaa aniga maxalli la arki lahayn buulayaan nin walba waa isma qoraya sidii dowladdii Andalus ee muslimiinta laga burburiyo kale xaaladdii baan maraynaa oo tilka layaamu nudaawiluha bayna nas tabcan waa kartay sheekhana shukran su'aasha kale ku weydiinayo waa maanta cidda ku hardamaysa Soomaaliya waa kuwama sidii aad u qeexday kuwii imaaraadka Suudaan ku hardamayay oo kale min u qeexi kartaa Soomaaliya sida geeska Afrika oo kale waa saxad waa ban bankaasi waxaa ka socda loolan caalami ah loolanka caalamiga ayaa wada loolanka caalamiga waa afar qolo si fiican dadku inuu fahmo ba fiican loolanka caalamiga waa afar qolo waa quwadaha soo socda iyo quwadaha adduunka haysta quwadaha soo socda waa labo waa China iyo Ruush China iyo Ruush way ku loolamayaan Soomaaliya gudaheeda ama han aragno aan baynan arkin waxaa la dhahdaa siraacul khafi iyo siraacul dhaahir siraaca muuqda loolanka muuqda iyo loolanka qarsoon marka loolanka qarsoon bay ku jiraan labadaasi oo dad kale u matala dagaalka quwadaha waaweyn adduunka haysta inay ka soo tanaasulaan diidan waa Mareykan iyo Yurub marka Mareykan iyo Yurubna Soomaaliya waxay u joogaan si qeyn caadi ah hadday tahay logistic ahaan hadday tahay diblomaasi ahaan hadday tahay siyaasi ahaan iyo hadday tahay dhaqaale ahaan iyo hadday tahay ciidan ahaan iyo hadday tahay mukhaabarad ahaan Mareykan Mareykan way joogaan
يوروب وصدح ودود ووين أي جوجان نوي جوجان وصدح ودود آت ووين وإنجليز تلياني يا فرنسيس يكون وين جوجان لنا عكريته وحاج جوج الدولة ده الله يقان إسكندن إسكندنافيكا وحاج جوجان سيد الله يقانه دولة ده فضت دبلوماسية إيوه اختيار سياسة هذيو سيلو هشيايو شراء لقبتيو جامعات وين الدراسات سميانيو هل كاسك شقيان أودها وحال لوكلا سارة الله وحال لوكلا سارة ديارين إياه إرجرين دولة إسكندنافيكا وحي ليهن ديارين تا فلينتن يا رب فلينتن هو حال مريكان يو يا رجل بيت بعلي مركا وحيارة يأكل لعبة تمهيدية وحلو يعانو عيارة تقول حركة يا عياران قوة كانوا عياران عيارة تهيرقلين تي عياران مركا محايا لكم والله شكل يا مريكان مروا وودوين وحنو قب مغا لكن نورو ايو فينلاند ايو سويدن ايو دنمارك ايو كما شكل يسيد مركا مقاب حي اطعمل بيكسو قلايان مركا بيكسو قلايان واتو دورة ان لحين عقدو استعماري مالين دولة هم يسوقوا ميسن، وهم مقدام ضد دين عك شقيا دراساتك يا قونطة، جامعته هو حتى كشقيا، وين كحل ديرين، واللي بقى صومالي ملف كي النور يبقى عن تواجه، نور إنه دولة عميقة ويان، دين عاسي أصدق كي دول ماسيا دا، دولة جندر ويان ومسكح وين لويا، بركان مسكح هذا طلع نادعناها، وحروا دعنا صومالي دراساتك، هدول طول هيرجينته وحلاقة تلاقي أود 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 يسين هيرجينس. أودي أجرين هالجريعة قاس الله قط جاية حتى إمارات كوي كفاية ده ستة إمكان سويدن أوكي إمارات كوي واحد نحمر علاقات دراسين تجيز أفريقيا مركز سويدش بعد يارسا إمارات كوي كفاية ده ستة مركز ودراسات علمية وحي أنا سي وكفاية ده ستة إمارات وحي وكفاية ده إمارات كوي مركز واحد روح روان إني سوماليا كاستميستان دنا بوركا بدي كده دت كان دقن دي كده وايو عربته وحقيقة أنا وح قراء لكن أوروبيان كوا حيا وح واسه حيا قرآن كوا قرآن يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم وإني يقانان سيؤبت كوا ويقانان دراسات كاي سمياه رجل بيت كنا ودراسات صدق شيء كوسريسن ودراسات حليمة ودراسات القاضلة وقت بس يا ودقن ودقن ويا ودراسات عميقة وقفكوا حربا قطبير قطبير حتى مبرتان أفكا وحبرت اللهجتها قف بقول تخصصي اللهجات كبصري ذا قف بقول تخصصي اللهجات كصومالي ذا وقف مركز هذا الشيء دوحه كله هاي هذا هو حتى الرقوي واللي هو حكسي تاعي قبل كاس وحنا كسي تاعي غير كاس وفهمي يا هذا كاو فهمي يا كان كان إيه بسوق لي دراسات كاس هذا كمان كوني كاسي ما دود كصوب حتى اللي بيشغل له ونن عقال الصومالي قرن صوب عيا صوب وحريف يا وعجيب وعظيم والله صعب كارته بيناي بس لكن كان في سبيل الله هو بروحان بقتاسين وليهن أنا صدحات بليهن دراساتكوا دراساتكوا وحي ليهن وحلو يقن استراتيجيكال قف كم محاك عريسية محاك فرحية هل كان غير كرا مقول بنتي لا دمانة ورسمان الله شا أما سمان لا دمانة بربرة ورسمان الله شاكي سنة لغة بكون شاكي سنة يكو أي قانون كذي لي واو لكن وانا سمان الذي قانه لا يجلس كي كوري بناء قانايا وفعلا أقون تقف كأت قانا مركو كوارك إن تسيف عنو في عنزن تو قانا وجود له وجود له يا مركز أساسه كليته ودرتني وحيوان وصاحتني قلتني أنا لنا هاي سكانني في قصاصي مركز سمان يسوى هاي سقلا قلتك هذا قلاص قوة الله بعد يحويان وحاسكوا يسق دق قوة إقليمية قبلها قوة هاي إقليمية يحويان ويكون وشان قوة هو وين وحاسكوا هيستسوا مالي يحويان أرتوا تركي تركي هو أود وين قبلها أو سوق عيسى وجدوا وين نكلا سوا ماليا هرانو هذا الله هاد مك وجدوا أيلها هاي وجدوا دافسان سوا ماليا لكن سوا ماليا ووراقة استعمال لسه سوق جد أفريقيا مركوا سلم وصلت لسيم مريو يعني بريتش ها بريتش واروح وحا وحا تعزين هذو مكان لنا هذا سؤالك كنت دعاء سيس ما له وقف يسكرتها سيس كي يعني كرتها قود الله بادي ومصر مصر وحن
أخني حالي دراسات سجلينا دوكو وصلاة وعلاقة لنا هاي مساردة أدوفك وصبعني على مساردة إلا لغة دين ولغة دي فراعينتها فراعينتنا وحكوها دين ولغة دعف صوماليا رقبا قبا ومركا وتاريخ دير بونتي لا بماش محل بونتي أرض البونت وحلو بحي وماشي لغة قادي أذك لغة قادي فوحي وعلال بعلا إن هذا واحد جري سديد دي بقول السنة أقدام بيسي لولن كي بارق الدحى يجلس أفريقيا كسعودي واسكو أكها عمر كي دجال دي سليبيين توي كسعودي بارق الدحى حقا ما واحد كسعودي دجال دجال قالوا سليبيين ويتوبي هرك عيان يا برتقيسكم يا كسعودي إن عمر كي ونن كي فلبين قفصي مارته إلمي هسي أبو ولال كيس وحكون أنتي جيس أفريقيا مركا واحد جري dagaalad waxa soo dhaafay masarad marka qayb ka dagaalays buliyeed baba arinta saddexaad ee kale ee wax weeyaan masarad waxay muhiim u tahay geeska afriika waa dhinaca biyaha masarada jiritaankeedu wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku xiriiray laba arimood wuxuu ku xiriiray inay Israa'il la iska celiso inay biyahan ilaaliso jiritaanka masaradu labadaas ku xiriiray waa jiritaan istiraatiiji ma waa wujudi waa jiritaan hadii arinka ilaalin weydo waa halis weeyaan biyaha neerka si loo ilaaliyana waa in la sameeyo cadu Ethiopia ay leedahay oo masar difaaca hadii jeerna waxa cadu ala aqal lagu mashquulay lagu mashquul hadii jeer waxa jiray Sudan iyo Soomaaliya ah waxa jirta kalmad ay dhahdeen Ethiopia la khawf minha ma daamad hiya bayna sin wa sat ay urjireen Ethiopia wax laga cabsada male ma daama ay satka oo Soomaala iyo Sudan iyo Sudan oo sinka ay u dhaxayso marka dawladda labaad ee faragelinta ku heddimaysay meesha Masar weeyaan Masar waxa ka maqlay 30 sano ka maqlay ay ku soo noqotay maaha Masaradu wax cusub maaha 30 sano u bixiyay weeyaan Xasan Haykal atiil Masri isti hoona fil ard bil ard Masaradu wax kale ku maqlay markaas waxaana sameeyay Mubarak yaana sameeyay marka taasina waa qolada labaad ee marka waa qolada Turki waxa inoo wixiya Masar qolo saddexaad waxa weeyaan Israa'il Israa'il waxay joogtaa gobolkeena si qeyr caadi ah iyo joogtaa Soomaaliya Soomaaliya Djibouti Sudan meelahan geeska Afrika ah meel waxa ku joogtaa si i'tiraaf Ethiopia kale meel waxa ku joogtaa si shibi i'tiraaf Sudan oo i'tiraafisay tadbiic sameeyay meel waxa ku joogtaa miiska hoostiisa Djibouti oo kale way joogtaa waa qarsoon tahay meelaha qaar waxay ku joogtaa waxay fadhidaa ma wara sitar daahid oo fadhidaa Soomaaliya oo kale weyna qalbo ka soo turkaysa marka qalkood wax dhigteeda lagu soo turaya waa inaan Israa'il i'tiraafno adigii waa jirno maxaa i'tiraafay qofka wax ayaa wax i'tiraafay een waxaan maqalay gabadh joogta Soomaaliland oo leh sino loo i'tiraafay Israa'il i'tiraafno waa sala i'tiraafno anaga waa la i'tiraafay waa garanaysa waa sidii maratay qof buuq qabsay buuq geedka buuq taqana hada qabsatay jabaya Israa'il imgado kuma i'tiraafay wala kale ayaa waqtiga baad ay socoto waa xun bal Israa'il markaas ay ku jirtaa qolada afraad waa Iran weeyaan Iran maash xog loo fadhiday Saudi amar siiyay Soomaaliya waa la eriyay Sudan amar bal siiyay waa la eriyay Saudi lacagna u bixiyay Djibouti oo kale 200 milyan oo dollar buu siiyay ee Soomaaliya deeyo ma baqad tirada lacagta lacag fiican baa la siiyay si la raaxdo ninkan Iran area way eriyeen okay Iran iyadu waa dowlad weyn oo amiqa way badashay wadanka filanka waxay sameysay xuseeyinta xuseeyintu imika way la shaqeystaan dowladaheeda Soomaaliya la hadlaan Djibouti way la hadlaan bal Djibouti way fadhiyaan baa soo galeen geeska waxa wadaa Djibouti fadhiyaan xayalay waxa noqday awood weyn marka qodobadan waxay leeyeen waxba nagu soo aayaa aan soo tuurin wanaagu kuma faragelinno anaga una daayay anaga una daayay wala shakiistaa marka Iran abra wakala oo kala ahaabay joogta meeshi awooda shanadana waayo ay imaaraadkiide marka qowdaha shanta ah waxa isku haystaan maxaan ku dhaadaa in waa dadka isku hirdinaya marka su'aasha aad keentay iyaga isku hirdinaya waa qowda caalami ah oo afartii ku sheegay ah yes oo tiishan aanay ku biirto iskandinaafiga oo diyaarinay daraasadka iyo shatan awoodood iskandinaafiyanka laftir kooda intaan su'aash kale ku weydiin daraasadkan ay diyaarinayaan ee fulinteeda ay u dhaafayaan dawladaha waaweyn
ايغو مخي كفايده او او جرو او دنا اوكي ان دراسون دياريان ارتا وارتا زك الله خير وحاجرت واحد هذا دبلاسيدو وحي لها هي افرنا مكادوك الدراسين الدبلوماسيه العاديه سفاره دو وخبرات اسكو ديرو وحصل لنا فائده كجره تجاره كجره تبع مشروع يا حريف حلو بك جره اكو دبلوماسيه لبعض وحاله دبلوماسيه نائمه يكون واحد من دبلوماسيه سي ودبلوماسيه كاي سميان دولتها اوود بدل لهين لكن وجدوا وويل سلا قطر وكره قطر وحي لميتها دولتها سكاندنافيا قطر ما هي سميصا يهش سي طالبان امريكا قطر يا ودخ هي اسرائيل حماس قطر وحاس اودن وحي وحي وغا شقيسا وحي ويان وحي كو هشا مغا وحي نو كو هشا موقع وحان لهدا وا دولت تاثير له غير مباشره سي اراد لاي اسكندنافيا مركا وحي كاس فاجل الدبلوماسيه صدح الدبلوماسيه ويران حيسيس عالمي او فري هيك هشا يا هلا صح الدبلوماسيه الشعبيه جي سبحان الله مركا واحد دبلوماسيه شعبيه وحي ويان شعوبتا الولاليا دولته حتى على هذا وهي أفريقيا هنا القوية يعني إمك هذي سومن الذي جبته كوي علومين وحعلوم ماذا حعلومين شعبك والعليسين يا شعبك والدايا دبلوماسية شعبية هذا شعبون يشيس كهذا ولا لماذا شيء لاشذا ما كان حار كذلنا يا وحار كذلنا يعني بعض مشتري جيس كصعده نقالي جيس كصعده تتصيد وشاكستان يا تصير ما تصدق حدو يا دبلوماسية أفراد وجودهم بيسا وحويان والدبلوماسية كان رأي قانو صناعة الاستراتيجية المستقبلية. مركز الدولة هي إسكندنافيا وتعش أفراد كشقيان. وحوي وحكي كشقيان لا يكو قاضنيان. ما في سبيل الله. وحكي قاضنيان والله وحنا قنيان تليال. كوسيلتش الدولة وحكي دعاء. الله لا يمنعه. حليه وطك وحبك دعاء. حيا الله. يكاب بحنا. اللي حكت بحيان. حكت بحيان. مركز جامعة ده وحلا جو أورنيا. عقل بني ادم خصوصا صار اورن يا لا اورن ماشي مال ريا قربا لشقيسين ما كان لو باين لشقيسين ما كان دوله اسك عندنا فيكم ما حد دوله طبيعي ما كما مثلا قالوا لي فينلاند والدوله الكويت اي لو ارمو ادونك عافيماتك يا تعليمتك ما حد كانت دوله يا رين تعليمتك ودور يتوصل واحد لمرون تعليمتك ما كان واحد جامعه كوسيه يعني جامعه كسر امريكا باكوكا لكن وحي جامعه كوسيه يا ذاك بار تعليمتك عافيمات كان يلا كالا برون واي حوتها لبرون ما هي شقيسيسي ما كل ولي دولد قدري ودولد اوغو دقاله بدن بعد مارتي سانكابور دخل فردي سوقلا ودير لكن وحي كشقيسيسي وحا لو يقانو دبلوماسيه ديدي هي كشقي استراتيجي كشقيسيسي ماشي بكره تميل لو سوود ايغو marka qof walba wuxuu leeyahay meshan wax gasho ماشي هذا كيف يديسو؟ ليش مال عادي ماها؟ عندي عالم كهيا. عندي عالم كهيا. بركا وحاسو نبا يا كان يا. كده معن قرتي شيخنا سوكله محيط هاي فرصة ده هيستان عدة سوماليا ما أنت كوهرد ميسة يا عطل ما ماها كبديسي. سوماليا أرت اللي بدأ وجوده بقوة قوة ذكي. وإثيوبيا يو مصر. مصر هذا. تركيا هنا. سيح وجرة أمقلة، بالمركز قارك تركي وحكود ذلية إنه نقضوا دولة محورية، دولة وحكود دوريان توبير ولا شيء كسنة معايا لي استثمار كمال جرينتا تركي واستعماله ماشي أقول بضم مال قشدي وإثيوبيا جيس أفريقيا، ووها على هذا والدولة الله بعد مال جرين قشتي وطن كإثيوبيا بعد أيوه بعد شينا. marka waxay koraysaa maalgelinta Yurub oo dhan iyo maalgelinta Mareykanka waxa koraysaa Turkiga koray marka qaar ka tartay okay madam oo Turkigu sidaa yahay Ethiopia wuxuu yahay dawlad muhiim ah Soomaaliya wuxuu heshiis kula galay saddex jaran jaro la soo maray Soomaaliya marka laga yimaado hadda taariikhda iyo mustaqbalka bariga dhacay yes marka laga yimaado imin ka bakawni ma noqon saddex jaran jaro la soo maray jaradii kubad waxa ay tii ويبدا اردوغان ايه صوماليا دب وصار نقطه ساحه دوليه واحد وحوين بعد او اردوغان سمي من لا بعد جتين من لا واحد مركي لو ساحي ايربوركا يو ديكدها يو انه يشو سلدق او وين او دو كل يوم صوماليا كيش
من لباد بهت تصدح هذه وقت إيمك حسن شيخ وصحيح وآه إن بدنا سوماليا وإلى اليوم بدنا سوماليا ها إلى ليه ما حلو صحيح وحلو صحيح وحقلي هذا إنجلي كريم حلو صحيح إن أبدا وقف إذا استسق غير عادي تذكر في عيش على قراء مركها وحويا وكلونك أبا كبدن با ملايكا يا أبا كبدن با تونها كريه كبدن يا كبدن با مركها تركيو مقالان هشيس دقال السلك أقوين مانا قالان هشيس استراتيجي دا السلك أقوين الله بدا شبو إلاليان وحول أو مستقبل كتركيا وحكترية ويقالان سيدي ليبيا لقالين وحول أو نقالها تركيا جيب كخوف كتركيا سلوقع أردوغان وحال هذا وعامل الجيب جيب كخوف كشقيا ضد كتركيا إنه كروقع هذا وحانا دباتك وحيسا لدقال لك جيب كا رجل بيتو يكون هيا نوع ليريه سيو هوس وصعدا أما سعر بركة كصعدا حوليس بركة وإنه بديل بدل سمعيه كيف فكرة مركة سوماليا يساقا تحسبا مركة أوكي أنت تركيا وصاص بونو دولة محورية يتوب بينا ما دام ما رغنيت كوبات وياي دولة محورية ونقطة لبدو يدي وحكا وحو كده دعيه أنا أني هشي سين كرما مركة فردق الله وادبار يا كدعي لبدا فردق والله فشل مي كيس دحد بالله بلا سيح بدك تركيا وصاص ولكن لبدا لكن تركيا سؤال ما حكا حسكا دحوي الدين ربا تركيا صوماليا يتوبيا يا أفائدة بغن لأن حد ما كان نغن على عريمه هو وحيا بها سلسوي الدين كان تركي بركي دو قدام بيسي شيء كان عايزة يتوبيا تركي كان عايزة تركي كلمة بو أشاك يتوبيا مهمة وحوغة هو ساكي هلي وحا أشاك وكجري تركي ويتوبيا حولي أنا كل بدي له صاحب عنا يتوبيا يا تركي صاحب عنا ما كلام مار من رقال حان لكن صوماليا حليف بناي كان صار استراتيجيا لنا اوكي مركا فرجلينت ديبد قيمه صوماليا وفرجلينت ديبد قيمه تركيا يس yes. مركا معناها باي رجع مركا كوجفتو رجع كوجفتو صوماليا كوجفتو اه متى كانت تاريخيا سليم الاول نيكي الاورجري تاريخ ذا مركي توبيه صوماليا بدي هو اسدرين توبيه حيبه غادي ان توبيه حيبه صوماليا سو غادي ما مركو ورسا كفكرتو أو حسوا جلينا ويانا، حبها الصومالي ده إما توي قبسة ترى، ضدك الصومالي ده وحيلها لين دولة تركيا، سليم الأول باي مدي عمان إريدي برتقيسكي، اللي برتقيسكي قرقاري توبي هذا ما هو قرقاري، مركا هورينا وحوب بدي حبها الصومالي ده تركيا، ما ترى وما مركي إلا بعد استراتيجيا، أو تركيا وبدبادينا حبها الصومالي ده، أنت وين أتقلتيد؟ استراتيجية سليم الأول واستراتيجية أردوغان واسمده. مثلاً مهم أكو شيء. مثلاً مهم كي وحويان تركيا ودولة وين؟ ودولة مؤسساتها ودولة تشنع معها دولة فردي وكوحدر معها. سيدا مصر وأكشي جدا إن شاء الله. تركيا نكال هذا أردوغان. حفيز كيس وحكاش قياس صدق بقول الله أفر بقول وحفيز وسيد. ونهين حفيز طريقة عادية. وحفيز ولبا وهي ملف أمبا فيل عالميا وتركيا إلى قلالة وحاجنا فيل صوماليا وهيان تركيا وضد تركيا هيك شقيان ضد صوماليا هيكين شق على حسد مشار لبوسية وراك هيكيران وصوماليا نفرد من طرف لا طرف فرد وركو قهلك على الوكريو ومدحوينها السوح ولبا سيد كوكاها لوكيان ومارت كافيقا يا لوكيرا واخر يا مركا قصاصات مركا قصاصات الله سو كوبن مركا واخر يا مركا وحسينيا مركا وزارة الداريمه دبد وهي قبل لاي لان الدراسه هي اسوون وزارة الداريمه الدراسه كو بيعيسا مركا ودولو سو شقينيا وحمشا فديا او ادو كو يمنيا اديكا مارتي ادو من ادرتا وتا من ادرك وتا شركه تكيسا لكن كان ودولو سو فكر واحد فديا بروتوك ودولو وينو مؤسساتيا صوماليا أنا أركيس إنها حليف استراتيجية صدق ميلو دراديد مش كم الدين تويان دولة نيمك حكومة تركيا ودولة دين تأهمية سياسة بقدر أسوي مدة كم تويان مدة الله بعد يوم حليف استراتيجية لنا عدا قالها صوماليا قف كان مهمة صوماليا معها واحد نحيا ليكم يا جيران
qofka Soomaaliga waa qof dynamica strategy ah lagu shaqeyn karo sina shaqeysa karaya waa garasho ta saddexaad ee ugu dambeysa wax weeyaan ay arkayaan waxay arkayaan qofka Soomaali inuu joogo Afrika oo dhan dhaqaale ka hayo min maarta koonfur Afrika ilaa iyo maarta uu qoyiga Afrika uu joogo isagoo dhaqaale haya marka waxa uu baahan yahay dadkani problem buu imba ka jiro imi ka soo arkay Turkiga anigu amar baan ka shaqayn doonaa Turkiga waxa uu socdaa waxaan soo arkay Turkiga dowlad aqli badan iyo shacab aqli yar islaama socdaan xaqiiq dawladdu way horeysaa xuk shacabiguna xuk buu dambeeyaa dhinaca kale waxaan soo arkay dawlad istaraatiijiyad leh iyo shacabi aragti lahayn shacabigu aragti ba lahayn waxaan soo arkay dawlad fikrad kale adduunka oo doonaysa inay carab iyo muslim soo jiidato iyo shicib ereya carab iyo muslim ba oo lama rabno dad annagaas ku filan marka waxay u keeni doontaa problem badan bay u keeni doontaa turkida soo mustaqbalka soo socda marka taasi waa taa weyaan turkigu marka awoodda kaleeto waa deesaa sheegay waa masar su'aashu maxay tahay dib inaan ka bixin yaa saaxiibada ka bixin maxay tahay fursadaha ay haystaan cidda Soomaaliya ku hartamaysa maanta marka turkigu fursadahaas u haystaa masaradu fursad u haysataa horta dadka Soomaalidu imika isbedel ku dhacay taariikhiyan shacabka masar waa jeclaayeen masaradu waxay dadkii ugu horreeyay wax la qabtay haday tahay dhismaha ciidanka iyo haday tahay dhismaha qofka qof kasta oo mutaallimo oo Soomaaliya wuxuu ka soo baxay markii hore Masar Masar waxay ahayd meelahan wax ku soo baranay ilaha weyn sax marka taasina waa midda labaad weeyaan midda saddexaad Masar ajra ku taalay qof kasta oo sheekha anagoo culimadeena culimada baan leenahay wuxuu ku umartay ku taami jiray ka fikiri jiray inuu Azhar galo oo jamaat al-Azhar uu ka soo baxo taasina waxay ahayd waxba inuu masaaradu ay leedahay weeyaan marka masaaradu waxay leedahay laba awoodood oo fursadood bay haysataa fursad taariikhiya oo ah inay shacabiga Soomaali u jeediyeen Masar Masar ahaan iyo fursad waxay haysataa quwa naacima oo ah Al-Azhar al-Sharif bay haysataa marka masaaradu awoodan haga way haysataa dhinaca kaleeto masaaradu waxa ay haysataa oo kale inay dadka waxa ay rabto hadii ay rabto ay xaqiijin karto laakiin su'aashu waxa weyn saaxiib u doono ma jiraan rabitaan inay masaaradu rabaan inay Soomaaliya wax la qabtaan oo kadib marka ay warkaan xaliif istaraatiiji ah sida Turkiga inay ka dhigtaan xaliif istaraatiiji ah ma jirtaa mise waxa weyn waa waraaqo Soomaaliya waraaqo lagu ciyaarayo oo ubiga neera inay ilaalisa kadibna la iska dhaafi karo hadii tuubi la heshiyo war saaf karto oo baaratay tuubi laga cabsiyay daqdi ay tahay waraaqo daqdi waxa dhacay taasina waa midaas weeyaan waxaa kale oo jira awoodda kale waa Itoobiya weeyaan Itoobiya intaanan Itoobiya kan masaarad aan ka bixin qaybaha aad barbar dhigtay turisay waxa ay rabaan masaarida inay ka dhigtaan midalan meel ay ku mashquuliyaan say biyaha waxyaabahaas dhan tii adig kula raajaxsan aniga markaan eego aqliga Masriga imika aqliga Masriga imika waxaa jira wax la dhaado waxaa jira laba nin oo istaraatiijiyina masaarida cadi cafiim ah jirta midna wuxuu ahaa qowmi islaami u dhow midna wuxuu ahaa qowmi cilmaani ah maxamed xamadaan baa midna dhaada midna waa xasan haykal labada nin daraasaadka ay sameeyeen hadda akhriyeen masaarida ilaaqaadka ay la leedahay geeska afrika gaar ahaan soomaalida ay la leedahay amba ilaaqaadka loo dhaqan amni qowmi masri wax dhaado masaarida waxa jira wax dhaado security national security masaarida marka la eego wuxuu soo maray afar jaranjaro sida maraykanka masaaridu fikir jirtay oo aran jirtay meesha amniga masar laga taabsado masar bala taabtay marka amniga masar uu ku joogay wuxuu ku joogay afrika oo dhan israel ka saartay afrika oo dhan wuxuu ku joogay arab oo dhan gacanta ku qabtay wuxuu ku joogay marka dhinaca kale loo durko ilaa Qibrus marka mandiqadaas oo dhan mukhaabaraadka iyo amniga masaaradu gacanta ku hayeen marxalad bitaasi ahayd marxalad labaad baa soo durugtay waxay yidhaahdeen meesha biyaha Niilku ay ka soo bilaabmaan iyo Israa'iil weeyaan amnigeena qowmigu marxalad saddexaad waa marxaladu yimid Anwar Sadat
إسرائيل بوله الشيء سيناء بلوسو عشي وحول مركا أمنيقا قوميقا مصري وحويان والسودان هي مصر بس مبارك بايمتي مبارك وحول أمنيقا قوميقا مصاريد ومحاي أمنيقا قوميقا مصاريد ومصر حدود مصر الله وصوري مركي هذا بس يدو مركو إلمه يسأينو ده حشية ودوني دولة جمال مبارك وحول وماش أو كل نصته مجال يرا كل نصته مجال أنا وين أمني قام سعرده مركه وأمن الرئيس وعائلته إلا إلى اللي مدحوينها يحاس كيسة يعيال كيسة يا أفريقيا وكجرتها مال عكاس وقالتها أنت حدد إلى لسيد وضق أمني يسوي رأس مركه وصوت قلص يتو بي مركه معيك ويجتري هلك مركه عرقت إيه وبيقدست بيه وطبعا درب بيقدست صراحة قرأت مركه ما مركه الصومال ليها مر استراتيجي أهان واحد كجريسي أمن القوم المصري وواحد مقاشي أنت الحروب من كهرباء صومالي أزهر بكفرتي معايد بكفرتي صومالي نحدي ها واحد كفرتي درر بنحدي ذا سيثقافة الدساب كفرتي سيثقافة وقارسيس مركا أزهر محالة على مركا القوة الناعمة استراتيجيا وما الله يرى فضوط يكوكش بساردو الدوية ذا نكن عيام الدوين لمصري أزهري مخابرات لا تقرير بقرة مركو وضع كفرديو تقرير أمني وقرة تقرير علمي وقرة تقرير كأمني وقرة وزارة داريمها جودة تقرير كعلمي أنا وقرة الشيخ الأزهر يا حالة الدين وقرة كان وكشك يا تعليمي حالة أمني وقرة كان وكشك يا مكا وحالة ما هي مركز بس عارضه 6,000 7,000 مدينة البعوث ما لسمي مجال وين هذا مجال هذا تلقى المسلمين تدي بدك إيه مادة ولوين ولو جا أرتد أفريقيا وردن سوق كان هي عرب وردن هلك 10 لوجود جري لوجون سميني استراتيجية بهيد بقى استراتيجية دائما هو مسار دم عليها مسار دم استراتيجية دو حويان واستراتيجية شخصية أفريقيا وردن طاي واستراتيجية إيج من وحكة قبطو صوماليا وحكة رين وحكة زي وحكة قبطو قرار عاوة كصوبها مدحوينها مسار دا وحب بديلي كرا دجال كخزي كصعربه عشان يدون عينك مسألة تبلغ هاي هذول هذا أصدق هلا يلا هذيل لما فيرد ليه في مشي هذا وماشى حدود مصر كنت على سماها ولا قصة على عيدنا إسرائيل وشيش ولا قصة عليه ويقول صار نقطة لأنه سيسي كمان اللي كريو مركز غصب صوماليا حليف استراتيجي أنه ما كريا أنا لا ما كرتي شيخنا وحن كسر هذا اللي مركز فرصة هيستان لكن وحن سويدين إنه ما عقبضه كهر إيمان كره ولكن دولها اسكو هردمه صوماليا دحديده ما هكون عقبه حيث دولها انا وحيرتها عقبه حيث دورت مسارده وحا حيث عقبه جغرافيه وهي كانت لبا دياردود او هبسيدا صومالي لبا دياردود او هبسيدا اوكي مصر سي اسو غدا صوماليا وحا ودخليا بد وحا ودخايا بروين مركا امشيديده وحا كقادنسا وقت بدن marka aqabadaas way taalaa aqabada waxay ku bedeli kartaa in ciidan Soomaaliya dhiso wuxuu badan si meeyor loo dhisay istaraatiijiyad in la bedelo ciidan dhiso marka ciidan hadii ciidanka Soomaaliya waxa dhisay waxa kama masar badhisay iska dhisay masar badhisay marka taas waa mid ku badan yaan aqabada ku badan aqabada waa aqabada dhaqaalaha ma sawo dhaqaalaha badan ma haysto dhaqaalaha ay ku gasho Soomaaliya ma haysto hadii ayna loo soo dhibin ku soo dhibina istaraatiijiyad kale wataan إمارات كاستراتيجية وطاي توبي لصعدة، سعودي وتوبي لصعدة، استغنا الدراسات مكاينا، مركا هذيك صور تقل ما هنا مصاري ضاي، أي قبضه، تحصل وقت الله بدو يعني عقب عقبات النقالة يعني، عقبات صدحات باجرتها، حواس حلو إرادة ويان، إرادة ويان، كيسنجر، بوجو قرآن مك آخر على القيادة هذا، بوجو قيادة فك قاي سيد لحنين، هم بده حبينا يلا، وصامر الملكة، يعني صامر الدنيا. وحولي سياسة استراتيجية دو حكو سياسة لبا رموت مهمة دو الإرادة رابطان الحتمية هي قرار قادشو أنا قرار قادشت وحتمي وحدتها سمين كرتي أسمى سيد السياسة لبا دا من دمهايو إرادة سياسي يوين دمهايو عيار بوهايا وحولتو بلير عيار يا لكن إرادة صومالي كلية مجرتو رابطان حتمية لما لديسيشن ما قادن كرأيو ولس والله دي أرضه دي أفريقيا أرضه كبدنين مقال كريم بكرة عقبات كبا هيستا إتوب بينا عقبات بهيستا إذا
صدح عقبة حيث إثيوبيا والعروس عقبة كل واحد يطلع كذا نحذى كصعدة وقال عادي هين وأحمد أبي والربو إنه ضغطكم مشغول يا صوماليا سأمي دوبان لكن أنا لازم حكم الجيران وحنا الأسبوع هذا سأعمل لنا كشغلة بطول ربع إثيوبيا استراتيجيان بطول ربطة الكيبا لكن الكيبا الأسبوع هذا أم حرق مرة ما بدأ صوماليا جيبوتي وربا جيبوتي وربا تكريقون ما أبحاركو وربا إريتريا أبحاركو حبشو أبحاركو إريتريا وربا تكريق جيبوتي ربا وبدأ تجور ربا وزير كاريمها دي دمر وتهال عيكا سوالي أنا كبقولك بقول ديارة أنا بس إني نقدر دائرة سوالي رمضان سوالي ربطة مارك رمضان سوالي ربطة أبي وهذا حكم كيف بكا دقالك حد حدو جيرنا وعقبه وعقب استراتيجية أرنت الله بعد عقبك نقول يا سبحان ويان وتقال صومالي هدو صقلا وودجو تقال ما بلا ما يا تقال جب هذينا بلا ما يا مركزي حوق وصقلي كرا صومال ما تحوق ما يسون لكن تقال ما بلا ما يا تقال كديار مويا حكى دين دون تقال كاس وعقبه يا عقب صدق حد بيتوبيا كايس ونقاله صدق نقاله يتوبي أوبر بورسيا إما كفر ربعين وفر نقالها لكن أنا وحنا ركض قالها وفري ولا تحين مراس وقتي ولا صلاح وقتي ولا صلاح سوء ففرين واسد انفعالية سماها استراتيجية معها مركا تعسنا وحي أوكي نسا قالها إثيوبيا مركا إثيوبيا ما صور تقال عقبات كبا حيستا إن الصومال الأول حرتمو لكن مع ذلك قوة لها كلاً أنت أهنهين ويقرين كران لو قدم لو واحد جت واحد سياسة على صناعة الوحل أنا ما قشام منها سمينت الرقضة وحكو تخصصي إماراتك مرجع إثيوبيا ولا جرين كرا سوى حلك اللو جريو وأنا لو مصروف كرا أنت وحلك أورا أنت عس الرقضة أنت لو قلنا أنت الرقضة لو جلو العقدي ولا بحنا يا إذا ما لكين دونا ولا مشغولين دونا قرضا لك هذا إمارات وحلك كم فكرة لبشي ما كفكرة لبشي بس سياسة وين وعلى قبل جالسين ويان إنه ديدان دوردو كله برتبة دقالها أو كسبها منطقها. yes. إنه رد قالوا ما نخوان مسلمين. إسلاميين. أيوة أركان ثريت. ثاو أركان. مركا دقال كا إميك الصومالي كوهيان وحويان يكو حوي قانان حسن شيخ إنه يخوان مسلمين. ما راهن حسن شيخ خوان مسلمين لكن يقانان إمارات وقرية إنه يخوان مسلمين. حمزة وإخوان المسلمين وزير فربنا وإخوان المسلمين واللي جود بهدان سان. ولي قلت بهلا رقصيان ولي قلت بهلا عياران لكن ما أقول قرطاي قرط عدو كوبادي اللي هنا عالميا إلا دقاء عالميا ديني بأساسا وحساسا أنك لدى حدو أحمد مدوبي وقاوة يساقوا شباب وكسي أدق بوا اتحادي شباب يسوحن جري مركا مقا عاطوني سيدو دركا دوني حدنو وحاطوني كشيكو لكن مرد الشباب دي أخوان المسلمين كو قلت الله وإنا لقا تخلص لأنه واحد لوقي هاي عمقين الله هاي جذور حدودا إن الله ذا مرك حدودا بيجوين يا بيكو حدودا يجوين يا رب ولذلك الله بدي شيء اللي تقال مين ويشرته حتى إتوبي جذير كلا تقال مين إتوبي وحبنا جن أحمد أي واحد كده دين أديك النفط هذا ولا هو شقينا وذا دار هو طفليا حلو أنا الإسلام مسمت تعبنا إيه ما كان أصل الله ما شيء ما شقيا لأن إلها يرجت إتوبي سو فرنت إلها دولي لأنه هو يدي بكتري وهو بنام هذا وأفريقيا ده حكمه مغني كان يروح قصعدة ريدي وحا كنت قذافي قفر كافر كينو نعطي شيخ عن وحير كسو نقول نقيبتك لأي سيدهي سوماليا لفتر كذا أما رئيسي لابدن دولة ذي مصر إيو مثلا إثيوبيا دقال كوضا بيه إلغو مشغول دولة دان هذا جرتي سوماليا سيدهي أما رئيسي هرتا دولة دان إمكا جرتا دولة أحمد حسن شيخ وحويان وحي لها أفر عن الموضوع بوزيتيفة بصدع بوزيتيفة يأفر نيجاتيفة لها حق علاقاتك صدع عن الموضوع نيجاتيفة لها ما كان لنا بحي محل وجد صدع وفو وحي لها نيجاتيفة محل وجد محل وجد هرت الصومالية وحي تقارنتها بلا فعل وحي بلا فيها ستة مجرد ولا دراسة ولا ريبورد ستاري ولا سمي مجرد فعل الله هيان أو أريمان استراتيجية أو قرن أو كسب حي معاهد علمي مجرته. والدولة مركز كم مرة لوهان بعد؟ وفرق فرق بجرا فرق استراتيجية. كرتي. أنا أنت الله بعد. صومالي واحد قال ما يضع أصحاب الهين. مركز لقرب تركيا.
أصحاب بيتودون إسا سوى لها رسالة دارد بحيلو مفرستو وطوضاه وحو بوقشة قطعي سعودي يطبن جهر وحو عاوة كالاسو شاكي سبريتو ولا وحكالو أمبوغو النقضاء لأن الدولد السعودي ما هي الدولد ملف إضلاع الدولد السعودي استراتيجية ملاع الدولد السعودي واحا حكومة إنا ير أو ربا إنا بوغو النقضاء استراتيجية دي سوحوا يجب أن يكون ملكا سيدي مساردو سلطان صنع جبان مبارك إنو فرسو كرسي دوني مشغول كيف يكون جيرتها دولة مسار ده مسار سعودي مركا أوتي سيدك سو نقولي أوتي سو نقولي سيد حشكي كان هذا بس بسوق في حشكي هو جينا وعند هو خلافه ما حصل هذا حشكي بسوق في يكون جيرتها صادق صادق يكون طلعها رأين كذا ويا مركا تحسين وما بدل بعض يعني مدة صدحات دولة سومالي كفارق عيد هاي وحويا وحلاقي قناة رؤية البعيدة أنت الله فريستي صاحبنا ملهين في عن ملفات وأرقنا ما حيصنوا على الأقل فيشن ما سمعنا فيشن فوق وهو بدينا وتكينا أنت عصب وياك بران بدور الدنيا دبلها قصة لكن أفر ملفه أفر أفر بوست في لا أفر بحصر في لا لا بد الله محاكاة وتعالى قصة صومال وذاك كوج عليها وتذالي سجاد بيكوج تها صومال وذاك كوج عليها وتذالك أفكا مركا قارك الوحدة أو صعتهم صبا فصاروا بالإبل أين وكان ذلك؟ جين والله تجين. بقدر سوى وبحفي عنه وحسوا علسي هيبن نمدي وسكعلنا وسكعلنا ولو في عيان. قريك لو في عبنا يا راعي. أنت كلو آت أول ناس وعيان. إنا أرضى أكيري وأترت تركيا. ويانك أقول علي جرنا ما جرح جرنا قفر لو ذا. فانا قين جرنا. تيب وين أرضى حوال تركيا وإلى متى قانها نقاضو. أنا بتبالي. نبى بادي. وحاضر نشاغو في عندها صلبياتنا ولا ذلك في عندها ادوك مجرد وحوض في عندها وحوض عندنا مجرد صح حل يا في عندها في عندها بدل مستعملتها بدل مر قضب كاس بيكون صح سنه بيكون صح سنه طيب بس كو قضب صدحات باجر ضيع عربيه كدي بالك حيل الرئيس مريكا ومقل راس قرار كاس صار انت توبي واحد ضارس وخلط بك صحيح يورب ميدو غير وقلط سمعت عربته وقلط ميدو افريقيا وقلط ايجاد وقلط اوكي دولتها بلغ افريقيا وقلط صراع الدولينا ويكفي انا كفي العين وين الكليين توبيا طوق احنا يعني توبيا بلا قانون دولي دغلا مسا واحد دوني كان اكو حدشو لكن حير دولي ما جاتو فرق دولي ولا كان كاستيس لا هي فوضى دونك ما انت كيت تكفي كفايس هذا سوا كوبا قد سيده قبسه كوبا قد سيده ها انت افرادي كولستين دولتني وحويان ان اي ابو راي العام صومالي موحد صومالي اوردن ماشي دوني ها جوغان ان يرب كلا غريبو راي العام كو ميدي هل راي العام بلا سبي او تو بي غودي صومالي جوغتا حق العر يا حاجة ما كنا عايش شركة أنا أتكلم ويروان معناه إن قلادي محله اللي وين لفتي كي قط قطر وين لفتي حاجة ما كنا شرين آه يس وعمارة ما لما قعدت كي لكن دكنا من صوت وين لفتي وعند كوجر قبل كي يمدي وهم ما يشرين وكم أكو قفها شركة يمدي وحيلا ده شيء راح كمل ها سومالي أو دندلو كي دكين تهي لو ما دوان كرو مرها واحد مدين سعوديين وعي وعي يونيتي بل مركا قاركود مدوينها الصوماليا وحال مدوينو كبو حبا خطي الاسكو اغاية اهيد اتوبيا قدرتك الصومالي دي اتوبيا تكن وحري اتوبيا وحولي نقيسو دول باو خو مقانا مانا دولي كطوليسا مينا دايا مودي سابولي وكينا ضعيفوني معنى حصوها اللي سيو حويا عقدة تاريخية جرتا عقدة تاريخية صارنا ولا ينكرنا. yes. ما كان قال كني عادي وسكبي لامي كان هذا دونش. إن عادة العقرب عدنا لها. عدنا لها. ما كان أفر تقم حوار استأنيت توح كوفي عيه يعني. ما كان ساس وروح كانوا مرتين. س ولا فرق شيء دولد وقاس شيخهم. وسوى عاد واحد ربعين عن هنا المنطقنا هذا لوجيكالنا هذا موضوعنا هذا. أقلالنا عنو دواء يعني صحيح هذا شيء شكرا إثيوبيا لكن مصر هدان أصلا إنه اسم بربر ليك ما هي كلها لا بد الله أوكي
والله ما تاسي وارد أدق ويان كودين هرت إثيوبيا هي مصر وحكة الحياة الله بارم هذا وين بكرة الحياة وسكون بكين كرتين والله وضنا ده وضد بدن أفريقيا بقول كي ما يوم يلوض وقلين مركا شعب إثيوبيا ده كي إثيوبيا كم كان لش كيستو إثيوبيا خرطة ما كان لش كيستو حيير وبين تراد وبين تضوات المليون بنا لا إن شاء الله لكن تراد وتر بقال أدوك كي بنا لكن هو بقول مليون بلا قرطة هيدي قرن بالراعي يا راعي نعم رجع لكن إجلا ويا سرد ويرتعي وعقوله وين أوكي وحان جرى الدنيا ما تكون الله حروب الإحصائيات دقالك التراكوب كان دقالك التراكوب كان جرى مكان تاسوا ميتكو بدين مسار دون بقول كي مليون كشيء كونوا يقلين أجاوا كسيمين أرن لواد بكسيمين وحكي سيمين شعوب توقع جيسن الدنيا والله والله صدح يا فرتن مليار وشعب إثيوبيا جاهز لبقي لحظة مليون وشعبك مساري ده أنا جاهز بره واحد كسيمين ترى ده بضم هي فقط غير عادية واللي بقى جاهز ده بحمل جاي إثيوبيا كمان يبدو الغاء تاني مساري ده ومطلقة كنا عبادة أنا وكنت أسوأ من سوبي ده لكن هذا أجنو عيدا كإثيوبيا عيدا كمساري ده طب بس مبرر دقيق يقول إثيوبيا وعدود وين وحكى شاكين الموتى مصاري ده أنو حين هذا ودولة حب بدن لكن أي حكومان بكين يال عن أغلى لهين سيسي وما ضحك النقطة يا مبارك لا بدن يبدي شيء مصاري ما كان يكتب بك مصار ما كان يكتب عيدا كمصاري ده ما كان يكتب حق التصنيف كعالمي ما تقعنا وعيدا كصدح يعتبر هذا أدون قرن عجيب حاجة عيدك يتوب إذا كان عيدك اللي حدنا سمعت هو بانو شاسب سمعت هذا هذا عندنا عاكي منه وانو يمنى مثلا ميزانية عيدك يتوب مع مسار ده وكبر يا توم بليون دولار توم بليون كبر يا مثلا بي عيدك يتوب أنا وشم بقول يلا بعطان مليون أو دولار بليون اللي مقارن هل بليون سواء قرأت معهم هذا نحنو مثلاً إذا كان مصاري ده هو هيستصدح كون يشان يصدون كون يصدح كتني صدح كون يكونتني صدح ديارة الدال كون ديارة دقالك حاجة يتوب يا كايزة وحمارتي نعم صلابي سكاشا بقلبه مدام بقلبه مدام مركا واحد بربردك قالك ربا ما إذا كان مساردو مركل إذا الآن حكم بدأ هالمليون إذا يتوب ينا أضرب غلقون هذان وإيمان مثلا كسوقات دو بدها مسارات جتو وصدق أكون ضمبل يتوب ينا واحد جتو وصدق بقولي شيء له دو ترى وصدق أكون يضمبل مركا دين عوال بحدات كي اكتيد بربردق مسار باكر قوله وما دحيسو مواليس بربردق تغب بربردق ريبا مدك ليتو عيدا كمساردو وعيدا تغبرك تغبركو غوهيرو سرعيو وحالي هذا صدح ليسان مربع لسمية تصنيف كان مر إسرائيل باكر مرتا مرنا إيران مرنا تركيا مرنا يكا ويتوبيا لقلان كديمنا يضنا حرب الوكالة سمي يتوبيا لعقب ضاسي هم ضاسيسون وميرها لقو بعدهم صار لقو دار ناسيو أول لأنه استنزاف لقو صار هذا كمسار هذا هذا كمسار هذا وحاجة الرجل هذا الجيش العميق رج هوست فدج هذا كمسار هذا حكمة ما أقول إنه دار قلان إمكا إنت أوسيسي جو إن إلهي أودس بخوان
intuu siisi dhaafayo u dhaafayo laana awoodan haday burburto ciidan carbeed oo bariga dhex ku haray ma jiro ciidanka ciidanka oo buray ciidanka suuriya oo buray ciidanka saudiyana waxa lagu buriyay yaman yaman ka ciidan carbeed oo macna leh oo hanay waxa jira ciidanka masarida marka sida saudiga dheeqada masar yaman loo galiyay bay Israa'il doonaysa inay dhiqadaas oo kale ciidanka Masar gelisay si ay u burburaan oo geli ku gelisay Ethiopia inta ugu gelisay Suudaan inta dhaxmaraan inta dhaxmaraan banaanka Suudaan ka socda la garaaco Ethiopia ay lacag ku siisay inta dhiqadaas ku baabayaan amba dhakan dambow laakiin ciidanka amiqa ahayd istaraatiijiyada u haya ee Masar joogo kaartadaas way fahansan yihiin waxa jira Masar run ahaan waxa jira anigu waa la yaabaa masarida laakiin ruuhan marka dhalashadkii cilmiga oo aqrin jiray waxa jira saddex meelood oo masaradu ka dhisan tahay taariikhiyan waa mukhabaraadka gaar ahaan mukhabaraadka khaarijiga waxa gacanta ku jiray rag dhisan waxaana la tirin jiray rag dhisan waxa jira waxaana badi geli jiray waxa lagu galaa shahaado iyo kafaao dhisan marka la hadlayo dhinaca aqoonta aqoonta iyo ogaanta ogaalka iyo wacyiga wasaaradda arrimaha dibadda masaraduna aad bay u dhisan tahay oo wasaarad lagu galo cilmi iyo aqoon oo la ilaaliyo iyo khibrad idigoo inta ku darsaday qolo saddexaadina waxay ahaan jireen oo masaarada weligoodii aan loo beddeli jirin waxa ahayd waa ciidamada laakiin waxaa burburiyay Mubarak waxaana nafta ka sii saaray siisi waxaa la tirtiray waxa loo yaqaan asafu al-awwal asafu thani asafu thalith kulligooda waxaa la galiyay maaratay استقالة ديبي يروح لجري محل هذا إن إن محل هذا إن شقادة لا شقادة اللي جري وحمارس اللي ديلي عمر مو عمر اللي كانوا جم ما ما عنجري مخابرات مثلاً يعكوا جروا ولا ديله عم سليمان كذا ضد بدو نصاص يهجر بركة أريت عسي وحويان إثيوبيا يو 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 مصر مقارنة ملاي لكن ما هي مقارنة كويلنا يا ما هي مكان سومالي هذا اللي سولح دروا يا فرصه المسارد وحيثته با كبدن فرصه اي حيثته ايتوبيا با كبدن فرصه المسارد وحيثته استراتيجي معناها جغرافيا جغرافيا كرهان ولذلك وحي كدالين مسارد ان جيبوتي كهلا سلدك لكن صورته قال لا لايمك ايانت اي جيبوتي سلدك كهلان وحي كدغت هي وي ودوانيسا ان ودك سو غلي كران ما حديتن ان جيبوتي سلدك كهلان او ذا وين عالمك جيبوتي جيبوتي ماله ذكر ربما يسوى قرية جيبوتي كهذا المقتعي أو جيبوتي محاد وهذا الله ذي استراتيجيا وحن كده إن حلقة حلقة بقى جيبوتي وحا إسكا حيستا رنقل بيت رنقل بيت كا أقول قفك إيمان يقف كا لمنين اسمع ما روحوا خلاف مركي قرات وشراك يعني مركي دي بدون خلاف كا دو قرات مكاسنا بالان بالان سيبو رمين وحيرا العقتنا وبالتا دقا قرتي تركيا إي دولة كالي أو آن لو تشيدين مجيران سمحي ربان طيب بدون ما كشاكني لكن ما حكوا طريقة الناس سيلوسي فهم ووعي قد الصومالية أي أكررت إنبلا أوكي أرتا أود أقوين الدنين إيسا منطقة الصومالية دو إذا كنت هاي وعشينا هويا وحو كجرتا منطقة إلا بقر موضوع كجرتا استراتيجية تشينا لمبر وان وحي كجرتا دريقي حريركا كسو بلام بكين إيمان إلا إيا سنغال meelaha istaraatiijiga ah ee ku hakanayo mashruucu waxa kamida Djibouti Addis Ababa Khartoum Mogadishu dad badan waxa jira mashruucaas aan la socon adoon waqti badan gelinayn wax yar ma dhigirta mashruucan xariirtu waa dhuxu ku xidhan yahay bariyor xariirtu waxa ay jirtaa sheene lugba laga soo bixin jiray hadduu ku dhaba xariirta lugba laga soo bixin jiray tariiqii xariirta dib loo dhisay ayay ka waxa la dhisayaa waxa barban ka hadalay waxa ka hadlayna si fiican waxa soo socday waxa kaleena waxa jira xalada dagaalka awoodaha bada iyo dagaalka awoodaha bariga awoodaha bada Mareykan baa la maranka awoodaha bariga ana Ruush baa la maranka China soo galay imika marka jeer wuxuu rabaa inuu noqdo awood bari uu noqdo awood badeed yana bada ma dhawan karo ma dhawana hal markab oo maraakiibta hal dooni oo dooniyaha Mareykanka ku leeyahay ma sameyn karo dooniyaha Mareykanka waa garatay ilaaligi marka taasi waa mid kubad weyn marka dariiqaas uu soo maraya wuxuu noqonayaa dariiq dhaqaalaha jeenaha toban jeer sare u qaado
meelaha halka lagu tala galay inuu marana waxa kamida Muqdisho waxa kamida Barbara waxa kamida Zeela waxa kamida Djibouti waxa kamida Amarat Tijoura waxa kamida Khartoum waxa kamida Adisaba waxa oo dhan ka dhumaraya marista oo meelaha marayo iyo jeenuhu meesha waxa u tahay Soomaaliya istaraatiiji u tahay kartay wala barween arin labaad oo sheenuhu Soomaaliya ka arkaya waa meelaha uu kula dagaalami doono reer galbeedka oo reer galbeedka dhooqada Djibouti way fadhiyaan magana way fadhiyaan laakiin Mareykanka wuxuu rabaa inuu ku soo galo siyaasadda dhismaha Mareykanka waxa rada siyaasadda dhismaha oo ah siyaasadda dollar soo dollar u bixiya dawladaha inay xukumaan dollar u jecel yihiin jeebku u buuxin oo nadeeyay marka taas way isagu ana siyaasiyiinta ina jecel dollar hadoo ka jecel yahay oo geeda Afrika dhan oo geeda marka wax walba Mareykanka ku akhriyaan as long as uu arkayo dollar jeebka loogu ridaayo ma dhageysanay ninka Mareykanka dawladda Mareykanka ama dawladda Europeanka markay dhaqaale bixinayso dhaqaalehu saddex shay ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay number 1 in la bixiyo dhaqaale laakiin ay dawladahani dawladahadii aan deganahay dadka bixiya maxaa deenka ama cashuurta bixiya cashuur bixiyaashu ay ugu yihiin cashuurta maxaa loo banaan baxayaa qasa xugleen cashuurta dadka lagu leenaa qofka Mareykanka qof soo jeeda weeyaan qof yar laakiin shiinow cashuur bixiyaal ma haashin maxaa ay qaanaan kama hadli karaan waa dawlad maada qaabka ay ta ku waan dawladahan reer galbeedka lacagta u bixiyaan in bangi email la marsiiyo iyo ma jirto ama imaaraad la soo marsiiyo ama qadada la soo marsiiyo ama bixiyaane boorsadiisu cash ku taa waa laba arinta labaad ay imaanaysaa weeyaan sidaas miyey jiceen siyaasiyiinta inaan asaas jiceen iyo dib cash boorso waa ku dibi ah quick cash ah iyo dib baad rabto ka qabo ku dibaya nimba xal iyo waramay waa qabqoos qoos ergeli yes wuxuu yiri Mareykanka shan Mareykanka aan jumuud weydiiyay waxay raadeen baasha la didaafada la daday maxaa tiraahdaa inuu in zabaalada in trashka zabaalada dadka suuqa lagu maxaa la daday dadku cuntay cunaan iyo marka la raashikayo daadiyan waxa loo bedelay imika koronto jumuud idii waad dibti baasha staff ka dhigay ma kasbo didaafada taa xuri waxaan bedelinaa taaqa energy shirkadda oo galatay wasiirkii lagala hadlay arintaas markuu la fariistay ninkii shirkadda xukumeeya Mareykanka wuxuu ku yiri maxaa kula helay lacag oo aniga shakhsiyan isoo gaaris xuriga ninkii Mareykanka shirkadda raadaa imisa waxa uu wasiir baan ahay oo yaabay mid labaad dhowr iyo labaatan boqol baan soo iibsanay anigu kuwa wasaaradda quraan noqdo gudaha soo quraan markaan soo qurana waa shaqadii aan ka fayso haddii shirkadu way soo noqdeen oo ay hadeen war waxaan ugu dawladda maaha waa shirkado laakiin ninka ruushka waxaasi sheenay waxa ma eegeen uu siin lahaa wixiisa ha ala tulbu dhibilla shirkada sheenay kan wuxuu diidan yahay moral ahaan inuu waxa suubiyo Mareykanka iyo ilaankii xorriyadii dadkii waa laga daba tagay wixii haddii uu investigation maanta lagu soo biyo New York Times iyo Washington Post baa lagu soo qoray in waxa uu ogolaaday oo waxa halaabayo sumcadiisa halaabays arinta saddexaad ee jeenuhu u maartay fursad qofin beesha uu ka arkay xawayaan dawladaha waaweyn ee reer galbeedku iyo dadka Soomaalidu way kala joogaan waxay ku kala joogaan dhaqaale ahaan dollarku bixiyo oo socdaa maxaa wajeedaan anagama kana wuxuu ku leeyahay war aniga wax kor inii qaaday kulisa soo dhiiba jeenaha maata walidalika mar madaxweynaha Djibouti kama bujeeday wuxuu leeyahay sheenu qabo tan fiican ya wax kasta oo weydiisana uu nala garab joogaa reer galbeedku saas laakiin ma maana waa saas oo kale kartay okay marka dawladaha meesha fursada uu arkay inuu wajahay wax kamid ruushka kamid ruushku wuxuu ka fikirayaa isagu waxa la yiraahdo dagaalka soo socda ee ruushku noqonayo quwadda saddexaad ama afaraad soo gali doono meelaha uu cilaaqo la lahaa taariikhiyan ba kamid tahay wadduuga ka xukumi jiray Soomaaliya barbara marka isagu waxa labada dawlad waa saasiba arkayaan dawladaha dadka inta badan aan laga hadlin waxa kamida Israa'il Soomaalidu Israa'il kama hadlayaan man ogana laakiin aad bay u jirtaa aad bay u jirtaa mandiqadeena si qeyra caadi u jirtaa waxayna ka fikiraysaa
إن أي دتك قارك على دعسوا على اعتراف إنه دولي واحد جرا سوماليا كمل اعتراف دودونيا دتك قارنا واحد كيبين يساوي واحد لراحه وحوير أنا كافضلين أنا ما هنيك بقى نوردر ويحي السودان وقش جاد إمكا وقتك جاد الله شصوا على غل إسرائيل قاجب قصرا مركز وحوير دراسات كان ما هينو تاسينو شقينا سام مركز دولي واحد كلا شقينا ثاكب واحد كمل إيران وعن طريق الحصين شقينا سام هورا مركو يبدين قرتي شيخنا اي وان هوغا كو ديران قيباهاس وحان جعلها انان بوبسينو اي كبا كبدي ان دينعيد انغه سو دو تركيا اي دولدا كاري او ان بان كو ويدي سواشن كو ويدي هيت سواشن كاري رمينان كو ويدي وهاي تاي سوماليدا سدي واركان ان دولكودا لغو دغالميو او هردنكاس او كاسودو مدريسين اوكي سوال والله سوماليدا دولدا يا سوماليدا سوماليدا Somalia Somalia dareen weyn ba ku jira Somalia dowladana saddex baan u qaybinaynaa number 1 dad waxa jira Somalia oo aanaysan midnimada Somalia diidan oo Somalia la qaalita iyaga qaar oo qaar qaybta kamida waxay ku leeyihiin muhiim ah ay dowlad waan la dhaqmi karnaa waan la sheekaysan karnaa waan la heshiin karnaa bad baad sheegay barin waan kala iibsan karnaa wax problem ma leedahay ma jiro ما تجيبوا وده ABC قبيسي، حنا كنا راح يستع. قريب كنا واحد جبت واحد يقولين وأنا جا بربلاهم كيما تاجنيه، وتاجنيه هي بربرأي مالها، بكا أنا ما خصصه بحنا وعليها. هذا كدورة جوين، سواء دورة دينا وأنا جا شغلة سوالف قطعية دك دورة عن، لكن أخي مشكلة الصومالية. واحد جرى شن الريموت أو باهن إلا حلوه له. حواري كو حويان اركتي مجرت صوماليا فيشن مجرو موحده امضنا كل بتبادينيو ما هي فيش يالته اركتي اصلا ميداي سنت تركيا كو سو قادنا تركيا اد بس خلافسين اردوغان سياسيين تقال لكن مساله تركيا ما بقى خلاص صار وحاجه للدولين هذول تركيا وكبحسن تركيا ولا طبعا وحلو سمينا جامعات عربته كلامك وش كل وافقسين علماني وغا إسلامي وغا قومي وغا شيطان وغا وناك وغا متفق يقولين قد يدى تركي لماذا أنا كبحانا كمقان فيجن كي سوال لماذا على مران لمبرتو وحا إنا كمقان سيما أنت قال لي نيك مانك الدولة استاد من رجل الدولة مالين رجل الدولة كل انتو وقعو أيو كفكر أوحوين صدح وحا إنا كمقان إلى هذا مجرته رابطان سياسة ذات ونغم بغي أفر وحاكلوه ونغم بغي إنا فهم الواقع رأي تيغو سنوية هاي مفاسد أرين كلو مهم أجرته أريتا كلو مكو حويان ديار منهن إنا شعب جينا أود ديارنا مستقبل كسوية ورشاقنا مستقبل هذا مدو هلسة أباهن إن دحل الحدو وردقاقو توبيا وحاكرة هيرا وحيرا الله عبادا مصاري دو الله عباد عيارتي سياسة دو عقرين الله عبا قريني جيم ها جيم بقريني جوهر القيادة هيك نكال رادو كيسنجر وحولي قيادة دو روح بلا ذا روح دو قيادة دو محي والله بقى ورجل الدولة صاحب الرؤية وإلا هنا نين دولة ديت فيشن الله هدين لو هيا نين دولة ديت فيشن او نجرين هو قال مجرون أنا وحيلتها Somalia waxa jira hadal badan iyo shaqo yar ama waxa jira shaqo badan oo lahay dadan kartay waxa soo dhameystay dad badan oo waxa jira Soomaaliya oo laga faa'iideysan karay ama la soo dhaweysan karay laakiin haba qofka markaas madaxda meesha ka uu arko inuu asaga fariid ku yiro iska fogaaynaayo oo aad u fogaaynaayo dadka Soomaalinimada iyo wax badan oo midalan laga faa'iideen lahay la soo dhaweysan lahay odayaal leh khibrad badan dawladnimada u leh ee jira jooga laakiin dawladda markaas taagan mar walba qayb ka mid ah midna sida hadda dawladda taagan oo kale ma jecel inay soo dhaweysato ka faa'iideysato dadka waxaan ku sheekay saddex nin ma qosin karaa ninkale dhahdo dhiki wasiirka meelada aan jiray dawladda waa formaggio bele ما ها قف سياسي وقف تكنوقراطه
تكنوقراط محو كدغه سياسه الاوراق الماليه سياسه الماليه سياسه السوق بيقالا اوكي قف كستي او اركتي سياسيه او كدوان يدو يماد او كشقي كرا ان شقد لغيري نكاس معنا بلاين الا حاج تاعي نجيمك ما تروحوا طيب يا ريت يصير ده كلش بقبيله وقف ولا مرتو لمرتو انا وحي لا تهي دد فر بدل ما كل دوله فهد فهد ياسين فهد ياسين انا وحي ليه هاي ماكي لا رد قال لي شهدا دولته دن وحي لا تغان تهتان برلمانك سو قال برلمانك سي عادي كو سو قال دكو سو قال يعني ني صاحبنا كرسي سي كو فدي مكا دكتور محمد الراحه ما قالنا دكتور محمد كرسي سينا ماها واقويها وين وخبيره وعالمه وكرسي سو و هو يالا ماله وين قطر يو يالا كرسي سو يا سودان يا تركيا يا سودان بدا و كدعاي معلم بوكاوا ميلها سو يالا يعني ما يا وميلها ددك والفهم كري اي فديان اي فديان علم المقاصد يو مقاصد الشريعه يو حكي ادوك وصدا يو شرع عبد ما هيسوليشن هيساي سومالدنا و حق ما كرنيان راهو دح فديو وسو خلطبه ولكن صاحبك ولا خلطه ما يسفهم يعني منك ماشي كو فينانا ولا غلط ولا غلط ولا غلط دونتي ولا غلط بحث قاربا marka anuma wa 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 ma ba la shakeysa Fahd Yasin waxaan ku arkaa inuu yahay in vision la laakin point feeble kiis uu yahay dhaafi uu yahay point point feeble ka dhashay hadduu afarta way ka dhin la xataa kursiga laga qaadi kareen waqti ya okay taasina waa mid ka mid kaasina waa mid dawaan sadex mid sadex haddii muhiim ah jirta oo arko in istaraatiijiyada siyaasiga ee Soomaalida la qayso yahay مثلا marka aan rabno qof ka qof ma sheegay waxa sheegay fikrad ba sheegay marka aan rabno inaan wax weyn qabano taariikhiga Soomaaliya ka qabano marka aan rabno waxaan eegayna dadku waa labo rijaal ruuya iyo rijaal xirfa ibn Taymiyyah wuxuu raadsan ku yimaadiin oo nin qoro noqdo sida Ibn Khattab way fiican tahay hadii la wayna waa soo kaba labada Allah haysta Allah haysta rijaal xirfa Soomaaliya iyo geeskan Afrika wala qama jacal waxa laga jecel yahay rijaalul ha wala saaxibtu ma yaasha iyo waxa jecelshay qofii ku keenaya xirfadu saasmaa rod waxa jecel yahay qofku kale ruuyaduna waa maxay waa qof waxa arkaysid ka duwan arkaya walidaalika wuxuu ku tilmaamayna shaqeedii dhaxdo waa qof dadka dhabarka uu korsan waxay dadku arkeen arkaya ilaa uu koray beel kashay barkaya marka wuxuu ku sheegay waxayna dadku ayda arkay sidoo nabi uu ku riisay sallallahu alayhi wasallam markuu soo baxay law qultu lakum inna waraa hadha aljabal aduwan buurtan gadaal waxa ka socda aduw ni soo weeraya akuntum musaddiqiya meegar rumaysanaysan haa naam ma jarabna alayka kadiban qad wuligaa been kuma arag nin vision la tahay kan bay dhahdeen inu nabi uu sheegay oo ma tamaan oo ka tiradeen marka macnaha wax weeyaan wuxuu arki jiray nabigu waxayna arkeen wuxuu marka wuxuu geen jiray solution ibtaaciya oo hore u jiray jirin buu keen jiray sidii markii dhagax la isku qabsaday ayaa dhagax ayaa dhagax soo keenay solution si qeyr caadi ah walidalika harbaanahay dadka furuuyada lana ila soo dhaweysto oo manafaadka iyo feerasha aadag loo dhiibo raa wax ka keera dadka xirfad lana shaqo loo dhiibo oo shaqada si looga bixila keenay dhaxdo oo labada la wato hatta inay dawladda macna ku jirin waxa jirta wax dhaxdo rijal dawladda aanan la arkin ya dawladdu sabileen oo khubaraa hoosta ka shaqeeyay waraal qaliis wa fahmay sheekhana marka galgabay baan u soo dhawaanay dabcan waxaan muuqataa hada xasan sheekh maxamuud waxyaabo badan oo sheegaysiin oo ku dadaalayo laakiin kaligiis uu yahay oo san cid kalaba wax kale ku aaminayn hordada ku yartahay waqti isna seena ku yartahay diyaarad all the time si saaran yahay taasna ay keentay rag badan oo cidi kaambeenkiisa noqshays kala shaqeeyay wasiir iyo xubuu magacaabay oo ku abaal gud u siiyay laakiin shaqo cid u haysay sin jirin haba yaraatay kaliyis wax walba uu yahay taasna caqabadaha qayb inay ka tahay muuqato ugu dambeyntii maxaa la gudboon siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidee ayay ula falgali karaan midalan hardankan ka dhacaya dulkoodi ee siyaasiyinta oo ahaayeen ee beri rabeen inay madaxweyne iyo wasaaro iyo ra'iisul wasaare iyo xulba ka noqdaan oo ilaashan lahaayeen
سيدي أولى في الجري كرام بكل طاقة سياسية في الصومالية. أديك شيخ وحنجونا وطن مريكا النظر. وطن مريكا كا ضد الله تم اللي يكون دوبه فقراء وقاعد جايزة. لكن ضد كاس واحد هذا دولش كده عين. لما استعمل كلمة فقراء. حلوسي ما لي فرصة دي واحد استان إيه كاس جديد. كم حال استعمل مكا دولش كده عين. أي عشق يسوي. أي عشق يسوي. لكن واحد جرت رجل علمي دبارة نلاشة نعومي تشو مسكي وكله وحول هذا كم دين نلاشة ولا كردي يوم كم دين نلاشة ولا كردي محا كردي إذا بكرة سمالية ده يا كردي على أي حال تعسوا مفردة نمكة صوماليا وحا كجرة مشاكل بنيوية دسمها رب العالمين دسمها كجرة معها مشكلات كدولة ده عادي كجرة معها يعني مثلا كان ذوق عليه مشكلات عادية جدا لا بلاد على ميسو وهذا نيجا سياسي راشين كيسو ولا تقالن كا دباتوينك ما لنت دبات جري ويدو سياسيين جرو معه دبات ما دمته ما له سلاسة شيء يا سيف يعني دباتنا مر بدم على ساعه ما كان جرا على قلوبين يا صح خلاص انت جنا ذكر ساعه دبات بجري انك كادح الى ربك كادح فملاقيه تاسي والله مرور لكن أنك وحين هست ومشكلة بنيوية ودسمها قعدتها كوب معك فقري قيلة عادية وحنا هست مقناش أي مقنته هي أمنية سكيرتي لك راشكا قفكم مركو صبح يساقع مو وين وقاعدين دونه هو كفكر أيه وحون له ما بقى قاعدين هي فما قرنا يوم بجيب كذا حكم جرات هل دولك مجرته أمن غذائي مجرو سكيرتي لك أنت له مجرو أوضاع العافمات هو بربر ودكينا تعليم تدتكم بهيان سكولا دو واحد دكتاسي وبقولك ولا واتب تدتكم سكولا دكتان حتى ودنا كله سودان وكله وحل بابي بقولك وتدو باتن سكولا دي قالوا بروني تكلي ودك ربع تكلي كم شاء لا ما يبغى بلا تعلينا يا أنا كان جوحار ما حكى له جرتها قحوتي دي ما قصر يا تدكين كل ما يبغوا سؤال رب داية ولا قحوتي وبيا وحبا يا أبار ولا بالنقاق يا رب هذين ولا دقاقيا، أبار ولا دقاقيا، ذاك يستقر ولا ملأه. برواقنا دباتك وقوان، باهنا دباتك. دباتك وقوان، وحاس ودر وحاس كتري وحويان، قفك سياسي قا، الصومالي قا، كسر عضي قلبتك، شقتك جاي، وشقتك هو إنه كان نولادو. إنه عاوية ما. ما. وإنه صار. وإنه كان نولادو وتري. واو. كي مشى جوجينا، وورك يا كريج بدي كن نولانا يا إنه كان نولادو. مركه وا باهي للدائمي ادوق واحد لا شقي التنميه المستدامه سي هو مركه لو دائمي انا وا شقينا سي فقرك يا باهي لو جوجتي لو جوجتي ارين كلام مهم اجرته وحاجه دغال اهلي وكلو غوين كل مركه كاور بها كل مركه اول ميا وحا مركه لا اسكو غيه مغعب غليه ما حالها مشكلات بنيويه اسمع يا حالكم مركه حالكم كجرا سؤال سوكنا هاي استعمار مصر بان هاي سطاي توبيا هاي سطا وحاسو عارونيمو وحلو بهاي هاي إن حل جذريا الله هلا مشكلات كوطنك سال الله وحلي حلك الجذري مشكلات كوطنك صدق حرم وضبط الله وحلي كان بعري سو أخي لامبر ون لامبر ون وحلك الله وحلي يا إن يدتك قيادتي أي اللوبان إن يهين شقالة وطنك شقي صنيع أي كرتان إن يهين مجاهدين إلى هدرت وضع على مياه قاجون يا صبر يا توا شقاك يا أيان تحس تحس بدير دونا ما تلت جاز أكو أنا طلبات حنو بحنا إن لا أبو ردد يريد آه ومشاكل كان قراء بالله عليها حالك هنا قراء صبر يا ما أنا أيك تاني حالك حال جرين Somalia waxa ku socda dhirta la burburiya waa shaqo buriyay ma laakin waxa ku horeeya jira wacyiga Soomaaliya jirin oo maxay ka jeeda dhirta burburay Soomaaliya saxafiyinta lagu dilaa Soomaaliya insaanka la dilaa in gabadhii yareed ee bariga muqabaraadkeeda la dilay markii lagu haystay faad aw markii وركي والسياسي واه ما هي ورع والإنسانية ما هي والبني آدم اللي مضوضون ما هي والسياسي واه تطبع سريني مرحبا مرحبا أردت الله بحنا حين وإليت بحنا حين
كدوان إليت كإيمي كجرية قالين كنا ورها كلمة ده حفيدة قالين كنا ورها كدوان وآه قالين كنا ورها أنا قالك كنا ولاتي نكر مركو قبيه مرت أودا قوم قفل أبو لا أودا وينو أويو وينو على على أنت لا بدو أنت ويان أنت صدحه وأنت الشجر مر رئيس الوزراء أكو هايستي يجي نكر هذا وزير كفرح إن هذا بني آدم كصومالي هو بني آدم مننا ما صومالي بني آدم مبارك صومالي إله بني آدم كريه وحنو بحنا هاي إن بني آدم مننا نسيستم كنا أنسانة حياتنا إن أسي بني آدم وفكرنا هون وراء معنا هايستا صدق على هذا نسميه وينو شو أخو مصر يس يتوب يسوع تدر لسماها وعايزوك اللي حدير لي دون مرخو ودم بس ما تقعنا قانا يجني ودنا عجري ما يلسو در ما لعلا كوكا سايما دونا إلا أن هوس أداو سيدا عامر مركا هوسي سوطا قرتي مركا إزجار كي نوحو كوحنية إن مشاكل كان بنيو بيقا إيه دسميه نو كوحنة إلا حليو هدي وحن لحلين وايو سيسي أو وحباكي قبان الله غزاء إنو نصدع لباد ديارة وصادر وحن آيه دولايا وحير لباد ديارة صوف فريستي صومالي برناك فريستي سيدي خبكا يا وحيد دتكو بعينكو برايا يا صوري ويتوب يودري سيرتهم ما كنا فدا من مدح تويدا رئيس الوزراء وحفيز كيسة إلا أي قفقة وير يتوب يوشقيا قبلا والله وحيد ما لا صور والله يتوب يتوب يا رضى والله لا صور ما كان مسألة أي شيء تين قدرت ما شرها بين صدحات كان عي قاهرة واللجو فلقيني بارك جيسك أفريقيا الوفا لقيني نبايري صوماليا مكشوفة ويبنات هاي عارية ويقاوم تاي كوحنا بحنا هاي بوليسان صوماليا ردق عنه إن أن إياد هرتا أسترنو سي أوحا وزي اللو أرق محامل حاليا وحا قاوم بعا بحا قاوم بعا مركا شركة سواء شركة مخابرات ويقبتين وين نحن وحا صوماليا بعا مهلا هو خرصان كرابة بعا بلس كبنان بنان كل كل بلوجوا كل بلوجوا قيم مدحت اذا كميدها فسح الله سوق انا حرم علينا يا انا صومالي اورك هرنو وماشي جهات الاستخبار العالمي اي اسكو فرديان اي اسكو سلامان كافي كود قطان ايكو اسوك انا لك انا وين انا كان وين انا ما نقان ان بلاد حقوق الانسان وتعضان انه سودان هيئه حسن وهم سنه انا لو مقيل لك انا مقيل كرتي شكرا شكرا جزيلا لك قد بياد يوم حتصنتهي داو ديال برنامج كمان تاينو كفلان قيم نعرمها صومالية إياو ذها كالي كل حردمه انتا سيينو كسو كفلان بإذن الله حقا ونال دائرة ديما داما فلان قيم تسي ان دابثي عنو فلان قيم اني وحيابا بضانا ان تابان اني وعاني ان بضانا لقا حالدين شعب درمان شكرا جزيلا لك ياد ياد يوم حتصنتهي سيدو كالي سعيب كي سياد سعيد صالح وبرنامج ك نوسو قد بني لأن عيسى ما تين يسوق على فرصة ماذا هذه يوم أحد سين هاي أنا محمد الدين رواد الله سعود سيني وبرنامج كوعي وذكى إيمانا يوم قال هذا من يافلس أنت مركلة إنه كوكول ما إنه أنا قاعدين بالقناة اللي هو برنامج أكله ومنه وكساب سلام دهنا جيبوتي منا بريج ده عيان إذين سوق بين دهنا بإذن الله أنت كاريسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبت غبأ واستعمال إنترنت كاب هذه أوقات يا تلابوي فضود أو كافغين يا اخترت إنترنت كاب تلابقات بتبادي نفت هذا عرورت هذا بر برشاد هذا نتاقير حقوق اللحو سبت غبأ واستعمال إنترنت كاب معلومات ديرية كبروا شبكة دهوس كاد مقتا فرينتني وحي كاغا إيماني ساحن بن حوث هدي آد كنو شاهي دقمدا هنبين آدنا أوقاننتو أي نسكا عافيماتك أي ميديكال أسيستنس أمان من السوركية هنبين حلف أياكو عاون كرتا أي نسكا عافيماتكو داو الحدبون يادر يالك عافيماتك إلكها إيو عافيماتك لمركا سيدون كلي وهي كسينا ينفايدو ينك جمسيغا سيدا بوقشادا دخترك إيا دي قيدا كلي إيا لغي يابو إنا دوبا هنتحي سيدا عمدا إيو قريها وهي فافاهين ديريا بوقو هنبين حلف.org